خلينا اشرك الناس معانا كده. محمد من بورسعيد، يا استاذ محمد اتفضل. طيب اهلا بيك استاذ محمد اتفضل. انا سعيد باللقاء معاك استاذ وائل، وعايز اسال محفوظ سؤال. اتفضل اتفضل. هو سايب سوهاج ليه وجاي بورسعيد لو ما فيش شغل في سوهاج؟ ما عادش ليه؟ لو ايه؟ لو هو ما عندوش شغل في لا، ما انا مش عايز نعيد ملحمه الاستجواب اللي احنا شفناها في مشهد استفز الناس. يعني ايه هو بيقول، انت بتقول ان هو، انا ما فهمتش سؤالك برضه. ما حضرتك هو اجى بورسعيد عشان يشتغل، عشان ما فيش شغل في سوهاج غير التهريب. ما تلاقيش شغل غير التهريب يشتغله. انت بتساله يعني ما لقيتش شغل الا التهريب؟ ايوه الا التهريب. انا اشتغلتش في المخدرات ولا هربت سلاح ولا هربت حشيش. طيب وانا اشتغلت هنودي هدوم من هنا ونودي من هنا. طيب واستاذ محمد محدش يعرف يستفز. انا هبقى ضد فكره الاستجواب من جديد. احنا سلطنا الضوء على القضيه، تعالوا نتعامل معاها كقضيه الدور الاجتماعي والانساني اهم. هو ما بيقولش انه ما اخطاش، ما هو في خطا، لكن هو بيتعامل مع ده على ان لم يجد فرصه لاثبات نفسه ولم يجد عملا الا ده. استاذ، طيب استاذ مين اللي معايا؟ حلمي. استاذ حلمي اتفضل. يا استاذ حلمي، استاذ حلمي اتفضل. طيب خلي استاذ احمد شيحه رئيس شعبه المستوردين. استاذ احمد اهلا بيك. مساء الخير يا وائل بيه، ازي سعادتك؟ مساء الخير، اتفضل استاذ احمد اتفضل. الله يخليك. انت حضرتك على فكره بتناقش موضوع مهم جدا، مش الولاد اللي هم ضحايا عدم وجود فرصه عمل، دول اللي نحاكمهم. احنا على موضوع التهريب دوت، له يعني مافيات كبيره جدا بتسيطر ومترتبه، وليها مافيا بتعرف تهرب ازاي. واذا كان الولاد الصغيرين دول اللي انا متعاطف معاهم تماما، اللي بيخرج قاموسين ولا ثلاثه عشان ياخد له 50 جنيه ولا 100 جنيه، لا ده في يا استاذ وائل حاويات بتخرج بتدفع عليها مئات الالوف من الجنيهات، وبرضه تحت سمع وبصر الحكومه بسبب القرارات اللي خلت الناس تلجا الى التهريب. الموضوع كبير جدا ولازم ندرسه. هي قرارات ايه؟ طب وانتوا في شعبه المستوردين بحثتوا ده؟ احنا قلنا للحكومه القرارات اللي انتوا خدتوها اللي اصدرتوها واللي خليتوا بعض مجموعه من المحتكرين واصحاب المناطق الحره الخاصه واصحاب التوكيلات، وخلت كل الناس تلجا الى التهريب، لان وقفت بيوت ناس كتير ووقفت شغلها بسبب القرارات اللي كانوا بيقولوا منظمه الاستيراد. يا استاذ وائل، الدوله بيضيع عليها مليارات من الجنيهات بسبب هذه القرارات. ما احنا اللي يهمنا فيها ان يفتح هذا الملف، لانه كمان ده مال دوله ومال شعب، واتنين يعني من الواضح اللي بيقع فيه الصغار بينما الكبار يعني ما بيقعوش. يعني يا استاذ وائل الارقام مخيفه. يا استاذ وائل انا عايز اقول لحضرتك بس حجم التهريب السنه اللي فاتت دخل لجيوب المهربين اكتر من 25 مليار جنيه بسبب ان الحكومه مش عارفه تنظم موضوع الاستيراد، وخلت مجموعه تتحكم في الاستيراد وخلت مجموعه تتحكم في الاحتكار. وانا كنت قلت قبل كده الكلام دوت، وقلنا يا جماعه انتوا بتهدروا مليارات الجنيهات على الحكومه، يا حكومه خدي الجمارك وبلاش الناس تلجا الى التهريب، يا حكومه ما تقفليش البلد بسبب القرارات اللي انت بتقولي قرارات تنظيميه. النتيجه ايه؟ الالاف مؤلفه عاطلين مش لاقيين فرصه عمل. لو احنا شغلناهم في التجاره والحكومه خدت الفلوس اللي هي بياخدها المهربين، بقول لحضرتك مليارات يا استاذ وائل، الموضوع اكبر بكتير من بيتعمل في مداخله. انا ممكن نقول لحضرتك ايه الاسباب اللي ادت الى زياده التهريب؟ المليارات اللي بتضيع على الدوله بسبب القرارات اللي فاتت دي، والناس اللي لجأت الى التهريب والى السرقه والكلام ده بسبب هذه القرارات. يعني بورسعيد يا استاذ وائل 43,000 حاويه دخلوا السنه اللي فاتت بحاجه اسمها نظام المنطقه الحره،
وشوف دي اسأل الجمارك عليها، الحاوية بتطلع ب 300,000 400,000 500,000 يا أستاذ وائل. بس انت بتقول ايه ده بشكل قانوني ولا ده تهريب؟ تهريب دخل 43,000 حاوية. طب وانت عرفت عرفت المعلومة منين هي؟ كان في قضية بكده؟ لا لا، المعلومات بتيجي بنجيب من الجمارك، البضاعة في حاجة اسمها رسم الوارد وفي بضاعة ورسم منطقة الحرة. يا جمارك انت داخل منطقة حرة، كم اي حاجة بتدخل بورسعيد منطقة حرة بتبقى تهريب، انما رسم الوارد ده اللي بتدفع عليه جمارك. لما يدخل 43,000 حاوية بعد القرارات دي، ومعروف في المناطق الحرة ومعروف المناطق الحرة الخاصة، يقول الحاوية بتدفع عليها 300,000 و400,000 جنيه. انت بتتكلم والله يعني بس يعني جايز قضية محفوظ فتحت ده كمان يعني يعني ما انا بقول لحضرتك دول ضحايا يا استاذ وائل، الناس مش الصغار او العشب زي ما احنا بنسميهم، الافيال والحيتان يعني. لا ده يعني لو في حاجة اكبر من الحيتان انت بتتكلم عن الديناصورات دلوقتي، وبسبب ان الحكومة عمالة بتدلع فيهم وبتهشك فيهم وتقول لك انا بجذب استثمارات. استثمار تبقى تضيف للبلد، تعمل تصدير، انما ما تتحكمش في البلد وتخرب البلد وتهرب بسبب التيسيرات. وهنا لو في اهدار اموال بهذا الشكل، هنفتح معاك الملف ده ان شاء الله يا استاذ احمد. بشكرك.